الرئيس السيسي يؤكد أن حرب أكتوبر ستظل نقطة تحول في تاريخنا المعاصر، استردت فيها قواتنا المسلحة شرف الوطن وكبرياءه ومحت وصمة الاحتلال عن أراضيها. في ذكرى 49 لنصر أكتوبر، سيناء تجني عوائد الأمن والاستقرار باستثمارات تناهز 700 مليار جنيه في 8 سنوات. روسيا تعلن تحرير بلدة جديدة في دونيسك وتؤكد التزامها بمبدأ عدم السماح باندلاع حرب نووية. 3 مساء بتوقيت القاهرة، 1 ظهرا بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بحضراتكم. نصر أكتوبر كان وسيظل دوما علامة مضيئة في سجل انتصارات هذه الأمة، وهو النصر الذي أعاد اكتشاف قدرات وإمكانات المصريين ووحد صفوفهم في مواجهة التحديات. 49 عاما مرت على هذا النصر المجيد، ولا يزال أبناء هذا الوطن يقدمون تضحيات لحماية الحق والكرامة ويصونون قواعد السلام المستند إلى القوة. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن حرب أكتوبر المجيدة ستظل نقطة تحول في تاريخنا المعاصر، استردت فيها قواتنا المسلحة شرف الوطن وكبرياءه ومحت وصمة الاحتلال عن أراضيه. وفي الذكرى 49 لنصر أكتوبر، توجه الرئيس السيسي بالتحية للشعب المصري وللقوات المسلحة الباسلة لشجاعتهم وبطولاتهم وللشهداء الأبرار الذين جادوا بأرواحهم تحت راية هذا الوطن. فما توجه الرئيس السيسي بتحية سلام إلى روح بطل الحرب والسلام الرئيس الراحل أنور السادات، الذي خاض الحرب واثقا بالله وبعزيمة بني وطنه ليحقق نصرا عظيما سيظل برهانا على إرادة وصلابة المصريين وتمسكهم بسيادة الوطن وكرامته. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن حرب أكتوبر المجيدة أبرزت مقدرة الإنسان المصري وتفوقه في أصعب اللحظات التي مرت بها مصر والأمة العربية، وحققت فيها مصر معجزة العبور. وقال الرئيس السيسي أن مصر لم تحارب فقط دفاعا عن أرضها، وإنما من أجل تحقيق السلام، وهو ما نجحت فيه وحافظت على مكتسباته. تحتفل مصر اليوم بذكرى 49 لنصر أكتوبر المجيد، يوم العزة والكرامة، يوم انطلق الجيش المصري ليتحدى المستحيل ويقهره، يوم إثبات مقدرة الإنسان المصري وتفوقه في أصعب اللحظات التي قد تمر على أي أمة. إن يوم 6 أكتوبر الذي حققت مصر فيه معجزة العبور كان يوماً مقدراً له أن يظل خالداً، ليس فقط في وجدان مصر وشعبها، وإنما في ضمير الأمة العربية بأسرها وشعوب العالم المحبة للسلام. فمصر لم تحارب فقط دفاعاً عن أرضها، وإنما من أجل تحقيق السلام، وهو ما نجحت فيه وحافظت على مكتسباته.
نوالي تقديم نشرة الأخبار. أكد الرئيس السيسي أن جوهر حرب أكتوبر المجيدة هو الكفاح من أجل تغيير الواقع من الهزيمة إلى النصر. وشدد الرئيس السيسي على أن تغيير الواقع لا يتحقق بالكلمات والشعارات، إنما بالرؤية المتكاملة بعيدة المدى والتخطيط العلمي وتوفير آليات وعوامل النجاح ثم العمل الدؤوب. إن جوهر حرب أكتوبر المجيدة هو الكفاح من أجل تغيير الواقع من الهزيمة إلى النصر، ومن الظلام إلى النور، ومن الانكسار والمرارة والألم إلى الكبرياء والعزة والفخر. ويقين الراسخ بأن تغيير الواقع لم يكن ولن يكون بالكلمات والشعارات والأماني، وإنما بالرؤية المتكاملة بعيدة المدى والتخطيط العلمي وتوفير آليات وعوامل النجاح ثم العمل الدؤوب. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا تليفونيا من الرئيس التونسي قيس سعيد للتهنئة بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر المجيدة. وأعرب الرئيس السيسي خلال الاتصال عن خالص امتنانه وتقديره لتلك اللفتة الكريمة من الرئيس التونسي، متمنيا لتونس الشقيقة حكومة وشعبا كل تقدم وسلام وازدهار. من جانبه أكد الرئيس التونسي أن ملحمة العبور تمثل صفحة مشرقة من التضحية والنضال من أجل الدفاع عن الأرض وعن قيم الحرية والكرامة، وهي الذكرى التي ستظل راسخة في عقول وقلوب شعوب الأمة العربية. أكدت السيدة انتصار السيسي أن نصر أكتوبر المجيد أثبت بسالة الجندي المصري وشجاعته في تحقيق النصر والتغلب على أي عقبات أو تحديات. وقالت السيدة انتصار السيسي في تدوينة على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: نحتفل اليوم بالذكرى 49 لنصر أكتوبر المجيد، والذي حققت فيه قواتنا المسلحة معجزة عسكرية بكل المقاييس، أثبتت فيها بسالة الجندي المصري وشجاعته في تحقيق النصر والتغلب على أي عقبات أو تحديات. وأضافت: سلاما إلى أرواح شهدائنا الأبرار الذين رووا بدمائهم الزكية تراب هذا الوطن دفاعا عنه وعن استقلاله وصون كرامته. كان من أهم سمات حرب أكتوبر استخدام فكرة الخداع الاستراتيجي التي مكنت القوات المسلحة من تنفيذ قرار الرئيس الراحل أنور السادات بإعلان الحرب، إذ كان لها دور في إرباك العدو عاما تلو الآخر. ونجحت مصر في تصدير فكرة عدم إقدامها على الدخول في الحرب، فكان الخداع سلاحا جنبا إلى جنب مع الجنود والمدافع والدبابات، حتى حققت مصر هدفها في استرداد كل شبر من أراضيها المحتلة. لم تكن مجرد حرب أسلحة وقدرات عسكرية، بل كانت ملحمة في الفكر والتخطيط والتنفيذ، حولتها من مجرد حرب إلى رواية في فنون التكتيك والخداع. إنها حرب أكتوبر المجيدة التي اتخذت من الخداع الاستراتيجي وعنصر المفاجأة سلاحاً ودرعاً، بل وجسراً للعبور إلى النصر في وقت قياسي. فبينما لم تستغرق معركة العزة والكرامة إلا ساعات للعبور وأياماً لإحكام قبضة النصر، استغرق التخطيط سنوات سابقة ليس للإعداد اللوجستي فحسب، بل للخداع الاستراتيجي أيضاً. ولم تقتصر المفاجأة على موعد الهجوم في يوم عيد الغفران لليهود أو في الساعة 2:05 ظهر ذلك اليوم، بل شملت مجموعة من الإجراءات للحفاظ على سرية الاستعدادات والتحركات. فعلى صعيد القدرات المالية واللوجستية، حرصت القيادة السياسية على التظاهر بضعف مصر اقتصادياً وعدم قدرتها وجاهزيتها للهجوم. وعلى الصعيد العسكري، حرصت على أن تروج في وسائل الإعلام المحلية والدولية استحالة قدرة مصر على عبور القناة لشدة التحصينات العسكرية للعدو. أما الخداع السياسي فقد تجلى في تصدير مبدأ قبول حالة لا سلم ولا حرب، والإعلان عن عام الحسم عاماً بعد عام، وعمليات عسكرية موسعة أكثر من مرة دون تنفيذ ما أعلن عنه.
إلى جانب قيام الرئيس الراحل أنور السادات بتصدير صورة للعالم بأن مصر تسير في طريق آخر غير الحرب وتنشد الحلول السلمية فقط. فمن القوات المسلحة للإعلام والخارجية مروراً بجميع مؤسسات الدولة أحكمت القيادة السياسية سيطرتها على كل ما يتلقاه العدو من معلومات بمختلف الطرق حتى من خارج البلاد، واستطاعت إبراز التظاهر بعدم جاهزية مصر لخوض أي حرب حتى اللحظة الأخيرة. أكثر من 65 بنداً خداعياً وإجراءات تمويهية بحسب وثائق الحرب اتخذتها القيادة السياسية، وكانت جميعها تهدف لأن يظل العدو ساكناً في مواجهة تحركات جيش يستعد لاسترداد أرضه مهما بلغ الثمن. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا السيد اللواء طيار دكتور هشام الحلبي، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. سيادة اللواء هشام، أهلا بحضرتك، وبعد التحية يعني تحتفل مصر اليوم بالذكرى 49 لنصر أكتوبر المجيد، كيف يعني تحتفل بهذا اليوم سيادة اللواء؟ والله احتفالنا بهذا اليوم إن احنا بنسترجع ذكرى، يعني الحقيقه اهم اللي انا يعني عايز اخده منها للاجيال الموجوده ان احنا كنا بنواجه تحديات وتهديدات ضخمه جدا بامكانيات بسيطه وسلاح كان متقدم، والنقطه دي يعني خلتنا نقدر نبتكر حلول غير تقليديه لمشاكل عملياتيه بالغه التعقيد، ونعمل نصر بتدرس في الأكاديميات العسكرية الكبرى في العالم. وده الحقيقة النقطة اللي أنا عايز أنقلها، إن لما تلاقي نقص في الإمكانيات وتهديدات وتحديات كبيرة، الكلام ده حافز للإبداع مش مبرر للفشل، والمصريين عملوها في 73 وأبهروا العالم. فخلي بال حضراتكم إن التهديدات والتحديات ما بتخلص، ودي طبيعة الحياة، فدايما دور على حلول غير تقليدية للمشاكل بالغة التعقيد، هتلاقيها وهتنجح إن شاء الله. نعم سيادة اللواء، يعني من أهم سمات حرب أكتوبر استخدام فكرة الخداع الاستراتيجي، كيف يعني تم النجاح في هذا الفكر، رغم طبعا يعني العالم يعني نقدر نقول هو قرية صغيرة كل شيء معروف؟ صحيح، المفاجأة هي أحد أهم مبادئ الحرب، وكان الحقيقة القوات المسلحة بتخطط بأسلوب علمي عسكري محترف، وعشان تطبق هذا المبدأ مبدأ المفاجأة كان في خطة خداع محترفة. أولا كان خداع متعدد المجالات، كان خداع عسكري طبعا، خداع سياسي اقتصادي ان احنا اقتصادنا ضعيف، سياسي ان احنا مش هنقدر خلاص نحارب وفي استرخاء تماما، والعالم كله كان الحقيقة ساعدنا على كده ان هو قال ما فيش تحرك مصري ومصر ضعيفة اجتماعي، فكان الخداع متعدد المجالات، وده خلى العدو فعلا يقتنع ان مصر مش هتقوم تاني، لان خلي بال حضرتك احنا كنا بنواجه عدو عنده مخابرات نشطة بيحلل كل صغيرة وكبيرة. الخداع ايضا كان متعدد المجالات زي ما قلت، وكان متعدد المستويات من المستوى الاستراتيجي للدولة بالكامل وتحرك كل اجهزتها الى المستويات التنفيذية الصغيرة. الخطة دي في مجملها كانت خطة محكمة، والحقيقة برع فيها المصريين كقيادات على اختلاف مستوياتهم، وده حقق مبدأ مهم ومبدأ المفاجأة اللي أدت إلى نصر أكتوبر الحمد لله. نعم، لكن هنا يعني في معضلة سيادة اللواء، وهو يعني كيف نحافظ على الروح المعنوية للجنود وللضباط في يعني في ظل هذا الخداع السياسي الذي يعني كان يعني موجود بوضوح على الساحة يعني في هذه الأيام. الروح المعنوية بترتفع لما الجندي بيتدرب تدريب عالي وراقي وضمن منظومة التدريب مع كل الأسلحة المختلفة، لأنها معركة أسلحة مشتركة، وده اللي بيخلي الجندي مع التدريب يحس إن عنده قدرة عالية جدا إنه يستخدم سلاحه في تنفيذ المهمة. التدريب هو اللي بيرفع المعنويات، والقوات المسلحة المصرية الحقيقة يعني التدريب هو المهمة الأساسية في السلم، عشان كده كانت المقاتلين بسلاح دفاعي أقل بكثير من القوات المسلحة الإسرائيلية
قدروا يحققوا، وبتدرس على فكرة في الأكاديميات العسكرية أنها الحالة المثالية لقوات مسلحة أقل في إمكانياتها وتسليحها حققت أهدافها بالكامل. نعم. على قوات مسلحة أعلى منها في الإمكانيات. شكرا جزيلا لحضرتك السيد اللواء طيار دكتور هشام الحلبي مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية. نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا تضمن رسما توضيحيا يسلط الضوء على المشروعات العملاقة للتنمية والتعمير الممتدة في عمق سيناء والتي تظل في قلب الجمهورية الجديدة. وكشف التقرير عن وجود استثمارات ومقاومات صناعية وزراعية ضخمة بسيناء ومدن القناة، لافتا إلى أنه تم وجاري تنفيذ استثمارات لتنمية شبه جزيرة سيناء بأكثر من 700 مليار جنيه خلال 8 سنوات، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات العامة التي تم وجري ضخها لتنفيذ المشروعات القومية بسيناء ومدن القناة نحو 358.1 مليار جنيه، وذلك في الفترة من عام 2013-2014 حتى عام 2022-2023. We'll be right back.
أصدرت وزارة التخطيط تقريرا حول الملامح الأساسية للبرامج التنموية لمحافظتي شمال وجنوب سيناء. وأوضحت الوزارة أن خطة التنمية تولي اهتماما خاصا بالسياسات والبرامج التي تستهدف تحقيق التقارب في مستويات المعيشة والدخول بين الأقاليم بمعالجة الفجوات التنموية القائمة. أوضحت الوزارة أن جهود التنمية اهتمت بثلاثة توجهات: تضمنت التوجه نحو تحقيق التنمية الريفية المتكاملة لتضييق الفجوة الداخلية والحد من تيارات الهجرة إلى المناطق الحضرية، وإعطاء أولوية متقدمة لتنمية شبه جزيرة سيناء ومحافظة الصعيد في إطار برنامج تنموي منسق ومتكامل، ذلك إلى جانب إيلاء دفعة تنموية قوية للمناطق الواعدة بالمحافظات. وللمزيد من التفاصيل والتحليل ينضم إلينا الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي. دكتور خضر، تحياتي لحضرتك وكل عام وحضرتك بخير. مساء الخير على حضرتك، وكل سنة وحضرتك بخير والقيادة السياسية والشعب المصري العظيم بمناسبة انتصارات حرب أكتوبر المجيدة. دكتور خضر، يعني نتحدث عن جهود الدولة خلال السنوات الفائتة القليلة، 8 سنوات من جهود متواصلة لتحقيق التنمية في سيناء. كيف تقيم وترى جهود الدولة خلال هذه الفترة؟ في الحقيقة الدولة المصرية بتسعى إلى توسيع الأفاق الاستثمارية خاصة في شبه جزيرة سيناء. طبعا سيناء أرى أنها هي بوابة الاستثمارات المستقبلية لما تتمتع به من موارد طبيعية، طبعا تلك الموارد مهمة جدا، أيضا تتمتع بعملية وهي عملية مهمة، عملية الأمن والاستقرار السياسي والاستقرار الداخلي. فبالتالي الدولة المصرية ترى أن سيناء هي قاطرة الاستثمارات، وهناك حوافز عديدة تقدمها الدولة لجذب مزيد من الاستثمارات، خصوصا لدينا العديد من القطاعات، قطاع البترول طبعا في البحر الأحمر، وده هناك توسعات كبيرة جدا، أيضا قطاع السياحة، ولدينا سياحة مهمة جدا سواء في شمال سيناء أو جنوب سيناء، القطاع الزراعي، وده هيكون له دور مهم جدا في تحقيق الاكتفاء الذاتي خلال الفترة المقبلة طبعا في ظل الأزمات اللي بيشهدها العالم. فأرى أن سيناء الدولة تولي اهتمام بالغ بالاهتمام بها، لأنها لديها العديد من العوامل الطبيعية، ولديها عوامل أخرى تاريخية أيضا جاذبة للاستثمارات في الفترة المقبلة. دكتور خضر، تعمير سيناء يكون بالبشر، كيف يعني يمكن تحفيز المواطنين وأهم المحفزات للمواطنين للانتقال والإقامة وتعمير منطقة سيناء؟ هو طبعا الاستثمار في البشر مهم جدا، والقيادة السياسية بتولي اهتمام طبعا بالاستثمار لأنه هو شريك أساسي في العملية الإنتاجية. وأرى أن الدولة بتسعى لتقديم الحوافز في العديد من المشروعات المتوسطة والصغيرة في سيناء طبعا، وخصوصا في توسعة الأراضي الزراعية طبعا، وده بيساعد على الاستقطاب للموارد البشرية للاستفادة من تعمير سيناء طبعا، لأن الفترة السابقة كان هناك طبعا يمكن حرب الاستنزاف في سيناء، حرب الإرهاب، ودي استنزفت طبعا موارد الدولة الاقتصادية بشكل كبير، ولكن سيناء حاليا بتشهد الاستقرار الكامل للتعمير وجذب مزيد من الاستثمارات، وإن شاء الله الفترة القادمة ستشهد استثمارات ضخمة على مستوى جميع القطاعات في سيناء، وأرى أنها ستكون بإذن الله جاذبة للسكان والشباب في الفترة المقبلة. أشكرك جزيل الشكر دكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي. احتفلت محافظة شمال سيناء بالذكرى 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة. انطلقت الاحتفالات بمسيرة شبابية وشعبية لأبناء المحافظة والقيادات التنفيذية والسياسية والشعبية وعدد من المشايخ لتقديم التحية لأرواح الشهداء الذين سالت دماؤهم على أرض سيناء.
تحيتي لكم ولكل متابعينا من مدينة العريش الباسلة بمحافظة شمال سيناء أرض الفيروز، مع استمرار احتفالات المحافظة بالذكرى 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة. أتت هذا العام الاحتفالات في صورة افتتاحات لمشروعات تنموية وأيضا اجتماعية وتعليمية وطبية والعديد من المشروعات التنموية التي تخدم المواطنين هنا بمحافظة شمال سيناء، وجاء على رأسها القطاع التعليمي باستثمارات تقدر بأكثر من 240 مليون جنيه خاصة بافتتاحات لعدد كبير من المدارس وأيضا تطوير ورفع كفاءة لعدد أكبر من المدارس المتواجدة في أكثر من مدينة، منها مدينة العريش، مدينة الشيخ زويد، وكان هناك افتتاح لمدرستين ابتدائيتين منها مدرسة الوحشي وأيضا مدرسة أبو الرفاعي، وأيضا افتتاح في القطاع الطبي عدد من الوحدات الصحية وتطوير لمستشفى العريش، وأيضا عدد من الوحدات الموجودة بمدينة القرماني، وأيضا عدد من الوحدات الصحية الأخرى في مدينة الحسنة والروضة وبئر العبد. نتحدث أيضا عن قطاع آخر مهم جدا تنموي، وهو القطاع الاجتماعي. تم إنشاء وأيضا دعم لعدد من المواطنين بالمجتمعات التنموية وأيضا الإنتاج الزراعي في هذه المدن، وأيضا تم دعم عدد من الأهالي هنا بأكثر من منزل بدوي لبث الحياة مرة أخرى هنا في مدينة العريش، وأيضا في عدد آخر من المدن منها الروضة وأيضا بئر العبد التي تم افتتاح بها المجمع الديني وأيضا معهد أزهري في هذه المدن. الحياة هنا تعود إلى طبيعتها، أيضا الحياة هنا تنذر بأن هذه البلاد قادمة بالتنمية، والتنمية هي التي تحارب كل الأفكار المتطرفة. أيضا مع الاحتفالات الخاصة بنصر أكتوبر اليوم كانت هناك مسيرة شبابية أيضا ثقافية لعدد كبير من قيادات المحافظة، انطلقت من مقر محافظة شمال سيناء باتجاه النصب التذكاري للجندي المجهول، وتم وضع أكاليل الزهور عليه. ثم أيضا مع المساء تنطلق عدد من الاحتفالات الأخرى، منها احتفالات شبابية وتثقيفية خاصة بعرض العديد من الأفلام التوثيقية والتسجيلية الخاصة بانتصارات أكتوبر المجيدة. عودة إليكم مرة أخرى. نشكر الزميل رامي محمد مراسل التلفزيون المصري. سطرت مدينة الإسماعيلية اسمها بأحرف من نور خلال حرب أكتوبر، فكان دورها محوريا في صد هجوم كان يمكن أن يغير مجرى الحرب. ودخلت المدينة الباسلة واحدة من أكثر المعارك دراوة، استطاعت خلالها الصمود وأحبطت محاولة بائسة للعدو لعزلها. ملحمة أكتوبر المجيدة ممتلئة بقصص البطولات والحكايات التي لا تعد ولا تحصى، ودروس تركت بصمتها لأجيال متعاقبة في الإرادة والصمود وروح الوطنية والفداء. فبينما كانت قوتنا الباسلة تمضي في إحكام قبضة النصر، كانت مدينة الإسماعيلية ومحيطها على موعد مع معركة أكثر دراوة، بل كانت معركة النفس الأخير للعدو الذي أعماه غروره وظن أنه يستطيع قلب موازين النصر لصالحه. المعركة بدأت بعد أيام من عبور القوات المسلحة للضفة الشرقية لقناة السويس وتحطيم خط بارليف المنيع، حيث حاولت قوات الاحتلال رد الهزيمة والتسلل للضفة الغربية للقناة عبر دباباتها. محاولة يائسة جاءت في اللحظات الأخيرة على خلفية التعليمات الصادرة لقوات العدو حول قرار وشيك يتم التحضير له في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن التحرك السريع لتطويق الجيش الثاني والثالث وحصارهم واحتلال مدينتي الإسماعيلية والسويس بات أمراً ملحاً. ورغم أنه لم يمر سوى أيام وساعات على شهادتهم لحجم الإرادة المصرية واعترافهم بأنهم لم ولن تنكسر، نست قوات العدو أو ربما تناست ما حدث وحاولت اقتحام المدينة الباسلة، فكانت القوات المسلحة لهم بالمرصاد لتثبت قوات الصاعقة والمظلات المصرية تفوقهما على سلاح المدرعات الإسرائيلي، ونجحتا في ردع احتلال أو عزل المدينة.
لم تكن مجرد معركة ردع، بل نقطة مضيئة وبطولة فريدة أثبت فيها المصريون من جديد أن إرادتهم وصمودهم يفوق أي عدة وعتاد تسعى للمساث بذرة تراب من أرض الوطن. تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس الصعب واجتياح خط بارليف المنيع وإقامة رؤوس جسور لها على الضفة الشرقية من القناة بعد أن أفقدت العدو توازنه في 6 ساعات. شاركت إدارة الموسيقات العسكرية أبناء الشعب المصري العظيم احتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر من خلال تقديم عدد من العروض الموسيقية بالميادين الرئيسية. وقامت الفرق السيمفونية العسكرية بتقديم عدد من المقطوعات والمعزوفات الوطنية المصحوبة بالحركات الإيقاعية المتميزة والتي لاقت إعجاب المشاهدين للعروض. تتميز عناصر الموسيقات العسكرية بالاحترافية في أسلوب عزف المقطوعات التي يتم تقديمها فضلا عن تنفيذهم للتشكيلات الحركية والتي تجذب انتباه الحاضرين من مختلف الفئات العمرية، مما يسهم في إضفاء طابع البهجة خلال كافة الفعاليات التي تشارك بها الموسيقات العسكرية. نظمت هيئة البحوث العسكرية المعرض السنوي 15 للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2022، والذي تقام فعالياته ببانوراما حرب أكتوبر. ويضم المعرض بين جانباته العديد من الأجنحة والمعروضات في مجالات الثقافة العسكرية والفنون التشكيلية والصور التي تناولت مراحل حرب أكتوبر، فضلا عن دور القوات المسلحة في دعم مقاومات التنمية الشاملة للدولة في كافة المجالات. حضر مراسم افتتاح المعرض عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من رموز الفكر والثقافة وطلبت الكليات والمعاهد العسكرية وعدد من طلبة المدارس والجامعات. أقامت مراكز الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالقاهرة سباقا رياضيا احتفالا بانتصارات أكتوبر، وانطلق الماراثون من أمام متحف الحضارات بمصر القديمة انتهاء بمركز شباب الخيالة. يهدف الماراثون تنشيط الذاكرة الوطنية في قلوب وعقول الأطفال والنشء والشباب بانتصارات أكتوبر المجيدة. في إطار الاحتفالات بذكرى انتصارات 6 أكتوبر، أقيم بالقاهرة ماراثون رياضي نظمته مراكز الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالقاهرة احتفالا بنصر أكتوبر المجيد ولإيصال العديد من الرسائل للشباب عن التضحية والفداء للوطن. أكثر من 1000 شاب يعني واكثر من شباب يعني محافظه القاهره، دايما انا موجه رساله للشباب من هذا المكان، يعني نقول لهم يعني لا تنساقوا وراء الشائعات، مصر بخير واستقرار وامان، ويعني دائما يعني مصر التاريخ ومصر الحديثه بتثبت انها دائما مستقره وقيادتها الحكيمه، يعني الحمد لله انها دايما بتضع مصر في اماكن يعني آمنة. الحكومة المصرية بتبذل جهد كبير جدا في سبيل خدمة المواطنين وتقديم خدمات للمواطنين. يهدف الماراثون لتنشيط الذاكرة الوطنية في قلوب وعقول الأطفال والنشء الصغير والشباب، فنجد المشاركين بعضهم يحمل أعلام النصر والآخر يعزف الموسيقى العسكرية أو يرتدون زي العسكري في مشهد يعبر عن روح الولاء والانتماء للوطن. مبدئيا احنا عندنا في الكشافة مبدأ بيقول الواجب نحو الله، وده واجبنا نحو وطننا، واحنا النهاردة جايين نحتفل بانتصار أكتوبر بمروره 49 سنة، وكمان جايين نوري العالم كله ان مصر لسه موجوده. طبعا كلنا عارفين ان العيد ده مهم جدا، في شهداء ماتوا كتير جدا، احنا ده ذكرى وفاتهم احنا بنحتفل بيه، وعارفين ان كل شهيد يعني روحه موجوده وسطينا،
فاحنا بنحتفل بالعيد ده عشان مهم جدا، مهم جدا في بلدنا اصلا. العيد ده كان فيه نصر عظيم والكل كان بيحارب من عشانه، حتى الشعب. نصر اكتوبر كان نصر عظيم جدا، وانا كنت حكم دار المدارس العسكريه على مستوى القاهره السنه اللي فاتت، واكيد يعني ده اعظم نصر حصل على مستوى العالم واعظم نصر عملوه جنودنا المصريين طبعا. يوم 6 اكتوبر عام 1973 هي ذكرى عطرة تحتفل بها مصر والمصريون سنويا لتعريف الشباب الذين لم يشاهدوا او يعايشوا هذه الحرب باحداثها الجسام وانتصاراتها الخالدة ولاستخلاص الدروس والعبر التي حققت النصر العظيم. احمد الحسيني، التلفزيون المصري. وللمزيد حول احتفالات محافظة القاهرة بذكرى انتصارات أكتوبر، مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني يطلعنا على التفاصيل. أحمد، إليك. احتفالا بنصر أكتوبر وانتصارات أكتوبر المجيدة أقيم ماراثون اليوم هنا في منطقة مصر القديمة بالقاهرة بمشاركة مئات الشباب من مختلف الأعمار السنية. هذا الماراثون بدأ من أمام متحف الحضارة بالقاهرة وانتهى هنا في منطقة الكيالة، وشارك فيه محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال وكذلك وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وعدد من القيادات التنفيذية بمحافظة القاهرة. هذا الماراثون الذي انطلق اليوم ينقل ويحمل العديد من الرسائل لتنشيط الذاكرة الوطنية لدى النشأ والشباب الصغير السن، بالإضافة إلى أنه يحمل معاني كثيرة من معاني التضحية والفداء. هذه الرسائل التي نحتفل بحرب أكتوبر لكي ننقلها للشباب الصغير. نجد أن الشباب الصغير كان بعضهم يرتدي الزي العسكري، وآخرون أيضا كانوا يحملون أعلام النصر وأعلام مصر، بالإضافة إلى الشباب الذي كان يعزف الموسيقى العسكرية. كل هذه مشاهد تعكس روح الانتماء والولاء للوطن. انتهى هذا الماراثون الذي انطلق اليوم هنا بحفل أقيم أمام محافظ القاهرة وعدد من القيادات التنفيذية بمشاركة مئات الشباب الذين جاءوا من مديريات الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة، وهم أيضا يعبرون عن حبهم لهذا الوطن وحب الانتماء ورفع الروح المعنوية لديهم. يعني كان هذا هو المشهد هنا في منطقة الخيالة، هذه المنطقة التي أصبحت وتغيرت تماما بعد أن تم تجديدها عن بكرة أبيها بشكل كامل، كما يتضح أيضا من عدسات الكاميرا، بالإضافة أيضا إلى أن حرب أكتوبر المجيدة تحمل في طياتها الكثير من الرسائل التي ينبغي كل عام أن نحتفي ونحتفل بها هنا مع الشباب الصغير وأيضا النشأ الصغير والشباب، وننقل هذه الرسائل جيلا عبر جيل. إليكم زملائي في الاستوديو. هذا الوطن يستطيع أن يطمئن ويأمن بعد خوف، أنه قد أصبح له درع وسيف. نظم مركز تنمية المواهب احتفالا بالذكرى 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة بمشاركة كرة للأطفال والشباب على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية. يأتي ذلك ضمن احتفالات دار الأوبرا بذكرى النصر. هي رسالة فخر وعزة ونصر جسدها هذا الجيل من النشأ خلال حفل نظمه مركز تنمية المواهب احتفالا بالذكرى 49 لانتصارات أكتوبر بمشاركة كورال الأطفال والشباب على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، وذلك ضمن احتفالات دار الأوبرا المستمرة طوال الشهر لإحياء هذه الذكرى الغالية بعدد من الفعاليات المتنوعة على جميع مسارحها. النهاردة بدأنا عاملين الاحتفالية على فصلين، الفصل الأول بنتكلم على حب مصر وانتمائنا لمصر من أول مصر التي في خاطري لحد حبيبتي من ضفيرها، وعاملين نبذة شوية لشهدائنا الأبرار،
وعاملين في الفصل الثاني بدايه ملحمه 6 اكتوبر يعني، واحنا بنعرض فيلم كده وثائقي شويه عن انجازات سياده الرئيس وانجازات البلد. عاملين كم كبير من يعني البرنامج ان شاء الله كبير يعني يرضي الناس ويليق بالحدث اللي احنا بنعمل بيه الحفلات، بالاضافه لان احنا بنقدم اصوات كتيره في المركز، يعني بيجوا طبعا اللي هي الولاد من العدم، بنفضل نشتغل عليهم اللي نلاقي عنده جاهزيه واستعداد للغناء الفردي بناخده نقدمه ونشتغل عليه وبنقدمه هنا وبتقدم من خلال الفرق الكبيره وبنقدمه في برامج في التلفزيون وهنا. فالحقيقه يعني ان شاء الله عاملين مجهود كويس يكلل بالنجاح باذن الله. الحفل شارك فيه اعمال مختلفه وقدموا من خلاله مجموعه من الاعمال الغنائيه الوطنيه التي تفاعل معها الجمهور بكل حماس وفخر، كمصر التي في خاطري واحلف بسماها، وسط اجواء من الفرحه والفخر بما سطره ابناء القوات المسلحه خلال حرب اكتوبر من انجاز سيظل محفورا في وجدان ابناء الوطن ويتدارسه جيل بعد جيل. المناسبات عموما بيبقى في طعم خاص للمناسبات في الحفله، ان انت بتبقى مثلا يعني واقف بتعمل حاجه مش ليك لوحدك، للبلد كلها، ناس كتير بتتفرج عليك، بتمثل حدث كبير. ده شرف ليا ان اغني لمصر طبعا، واغني الاغاني الجميله اللي احنا بنغنيها دي، وبنعمل عليها تدريبات كتيره طبعا. فخوره جدا ان انا اغني في حفل 6 اكتوبر، وعملنا انجاز كبير قوي لان احنا نطلع الحفله دي. افتخر ان بلدي يعني انتصرت على اعدائنا في 6 اكتوبر، وطبعا جيشنا اللي حامينا يعني، وطبعا نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي جدا ان هو بيساعد بلدنا وبيخليها بنحمي بلدنا كلنا. افتخر ان انا في حفلة 6 اكتوبر، في انتصارات اكتوبر، يعني دي حاجة مشرفة لينا وللشعب ان احنا يعني قدرنا ان احنا نحمي بلادنا. هنغني اغاني كتير وطنيه، ومثلا زي مصري التي في خاطري، وبسم الله، وحبيبتي من تفايرها، ومصر يا ام الدنيا. حاجه تشرف، وهو بيغرزه في الاطفال حب الوطن وحبهم لمصر. الاغاني الوطنيه اللي هم بيتعلموها من دلوقتي اعتقد ان هي بتزرع جواهم ايه هي مصر، ايه هو الوطن، ايه هو الانتماء. فمن أهم الحاجات إن احنا نزرع في أطفالنا الانتماء للبلد اللي احنا عايشين فيها، البلد الجميلة مصر. رسالة مهمة يقدمها مركز تنمية المواهب في تبني الموهوبين في مختلف المجالات للارتقاء بالذوق الفني، وإقامة مثل هذه الحفلات التي تغرس حب الوطن وتستعيد ذكريات انتصارات أبطال مصر. نصر أكتوبر إنجاز سطره جيل من أبطال القوات المسلحة في الماضي، لتظل هذه الذكرى محفورة حتى وقتنا الحاضر، لتكون جائزة الأجداد للأحفاد من هذا الجيل من النشء في استعادة هذه الروح لقيادة مستقبل يعبرون به إلى الجمهورية الجديدة. محمود جميل، التلفزيون المصري. هذا الوطن يستطيع أن يطمئن ويأمن بعد خوف، أنه قد أصبح له درع وسيف. استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تقريرا حول موقف تلقي ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء خلال شهر سبتمبر الماضي. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تحرص على المتابعة الدائمة لدور منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ودعم جهودها في التواصل الفاعل مع المواطنين والعمل على تحقيق
أفضل استجابات ممكنة لشكواهم تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي. أوضح مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة الدكتور طارق الرفاعي أكد تلقي 242 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر سبتمبر. تم الانتهاء من مراجعة وفحص 135500 شكوى وطلب وتوجيه ما يقرب من 113500 شكوى لجهات الاختصاص، وتم حفظ 22000 شكوى، وجاري استكمال مراجعة وفحص 6500 شكوى وطلب تمهيدا لاتخاذ ما يلزم بشأنها. نظمت القوات المسلحة احتفالها السنوي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف للعام الهجري 1444 هجريا، وشهد الاحتفال تكريم عدد من الفائزين في المسابقة الدينية السنوية التي تحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنظيمها لتنمية الوازع الديني لدى أفراد القوات المسلحة. وفي نهاية الاحتفال ألقى مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة اللواء أركان حرب وليد حمودة عوض كلمة نيابة عن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي. أكد خلالها أن رجال القوات المسلحة مستمرون في دورهم البطولي وتقديم التضحيات من أجل الحفاظ على أمن مصر القومي. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. تمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 527 قضية تموينية بمضبوطات بلغت 134 طن. وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 61 طنا في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي، فتم ضبط 71 طن. كما تم ضبط 723 قضية في مجال قضايا المخابز، من بينها 163 قضية خبز ناقص الوزن و136 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. هذا وتم ضبط 17 قضية في مجال قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير بمضبوطات بلغت قرابة 351 طن. بعث رئيس الطائفة الإنجيلية القس أندرية زكي برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. كما بعث رئيس الطائفة الإنجيلية ببرقية تهنئة إلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ورئيس مجلس النواب المستشار حنافي الجبالي ورئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ووزير الأوقاف محمد مختار جمعة ومفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام ووكلاء مجلس النواب والسادة الوزراء والسادة المحافظين. قالت وزارة الخارجية الروسية إنها ملتزمة تماما بمبدأ عدم السماح باندلاع حرب نووية. من جهة أخرى قالت الوزارة إن استبعاد الغرب روسيا من التحقيق في التصدعات التي حدثت في خطي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و 2 أظهر أن لديه ما يخفيه على حد تعبيرها. وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أنه من غير المتصور أن يجري التحقيق في الأمر دون مشاركة موسكو أو شركة غاز بروم الروسية. Следственным мероприятием или расследованием и так далее. Следование может проходить.
قالت شركة غاز بروم الروسية إنها وقعت اتفاقا لبدء تحويل مدفوعات إمدادات الغاز الروسي للصين إلى اليوان والروبل بدلا من الدولار. وقال أليكسي ميلر الرئيس التنفيذي للشركة إن السماح بالدفع بالروبل والروسي واليوان الصيني يحقق فائدة متبادلة لكل من غاز بروم وشركة البترول الوطنية الصينية، وسيكون مثالا يحتذى به للشركات الأخرى. دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الفرنسيين لا سيما الشركات إلى تنفيذ تدابير خطة الرصانة الخاصة بالطاقة دون تأخير، والتي ستسمح لفرنسا باجتياز الشتاء القادم حتى لو كان قاسيا. أضاف ماكرون خلال اجتماع لرواد الأعمال نظمه بنك الاستثمار العام في باريس، أضاف أن بلاده ستقنع الأوروبيين بشأن آلية سقف مشترك لأسعار الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء خلال اجتماع المجلس الأوروبي والمقرر يومي 20 و21 من أكتوبر الجاري في العاصمة البلجيكية بروكسل. كشفت بيانات صادرة عن وزارة الطاقة الأمريكية عن أن مخزونات النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي في الولايات المتحدة تراجعت بنهاية شهر أغسطس الماضي، وانخفضت مخزونات النفط الخام في الاحتياطي بمقدار 7.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 2 من سبتمبر الماضي، وتراجع المخزون إلى 442.5 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر عام 1984. عقدت مؤسسة حياة كريمة سلسلة من الندوات التوعوية بالجامعات للتعريف بالجهود التنموية والشبابية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لنشر قيم العمل التطوعي والخدمة المجتمعية لدى شباب الجامعات. يأتي ذلك بالتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات والأكاديمية الوطنية للتدريب والمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية في قرية أم الرزق التابعة لمركز كفر سعد ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة. تضمنت القافلة عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية وجهاز أشعة، وتم صرف الأدوية بالمجان وسط إجراءات وقائية واحترازية لمواجهة فيروس كورونا. انتهت نشرة الأخبار، وإليكم أهم ما جاء فيها. الرئيس السيسي يؤكد أن حرب أكتوبر ستظل نقطة تحول في تاريخنا المعاصر، استردت فيها قواتنا المسلحة شرف الوطن وكبرياءه ومحت وصمة الاحتلال عن أراضيها. في الذكرى 49 لنصر أكتوبر سيناء تجني عوائد الأمن والاستقرار بإجمالي استثمارات تقترب من 700 مليار جنيه خلال 8 سنوات. روسيا تعلن تحرير بلدة جديدة في دونسك وتؤكد التزامها بمبدأ عدم السماح باندلاع حرب نووية. انتهت نشرة الثالثة. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.